مصاوي، احنا حبينا نقدم للناس فيلم بيختلف عن الموجود في الساحة من دون وجود أفلام بيطلق عليها أفلام شعبية. فيلم بيحتوي على مضمون، بيحتوي على إفيهات مش مصطنعة، مواقف كوميدية، قصة، تمثيل، تجربة جديدة مش على عامة، تجربة جديدة على بيطة، تجربة جديدة على أعلام. حابين النهاردة نحتفي بيه بورتفاليو صغير كده ونبدأ من عمرو. الفيلم جالك ازاي؟ لا نبدا من بيتر، نبدا من بيتر صاحب الفكره، صاحب الفكره وصاحب القصه بعدين علام. تمام، وانا بنشترك معاك. خلاص يعني نبدا من بيتر. الفكره نفسها جاتك ازاي؟ يعني فكره الكلاكيت دايما طول عمرنا بنشوف في السينما، اول مره نشوف فيلم جامد على عامل الكلاكيت. يعني ايه الشخصيه او ايه المهنه اللي ملهاش اي طموح في الحياه؟ فقعدنا نمسك كده شغلنا، فلقينا طب ايه نجيب واحد مثلا بيبيعش في الشارع، قلنا لا ده ممكن عنده حلم يبقى بعد كده عنده فرن، فده عنده احلام. طب نمسك واحد شحات، الشحات دي اغلى مننا في الحقيقه يعني. فقلنا في مهنه الراجل بتاع الكلاكيت دوت اللي هو يعني لا حلم يبقى مخرج ولا نجم ولا هو اخره هو كلاكيت، لان بتلاقيه من عنده 17 سنه لغايه ما يتوفى شغال كلاكيت، واخره ان هو ياخد اليوميه اللي بيقولوا عليها ديت ويروح، فدي اقصى حاجه بالنسبه له. فكدي ده كان مصدر الفكره يعني. بعد كده قعدت مع محمد علام وقعدنا نكتب بقى القصه سوا. بعد كده محمد كتب السيناريو كامله، وبعد كده ابتدى الاستاذ عمر. فمن اول الفكره نفسها الاستاذ عمر كان مرحب بالموضوع، فانا كنت رايح اصلا انا مخرج جديد وبتاع، وقلت يعني مش عارف التجربه هيوافق ولا مش هيوافق. فالصراحه من اول القعده كان مرحب بدور جدا يعني. وده مهم جدا ان يبقى في شباب، لو انت نجم مهم وكل حاجه تمام، لكن في شاب اقعد معايا اشوف الدنيا فيها ايه، مش لازم تستنى يعمل حاجه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسته راجعت عليا لي بقى نشتغل سوا. هو الموضوع ببساطه لما قعدنا انا وكنت بتكلم في الفيلم الفكره الاساسيه كانت بتاعت بعد كده هو قال لي تعالى يا ماما نتكلم فيها شويه، فبتكلم فيها شويه وبدانا نتكلم فيها سنين. كان كل هدفنا ان احنا نعمل فيلم بممثل يليق بشخصيته، لان هو الموضوع ممثل، بس ان هو لازم يكون شويه عنده سنه اللي هي فيلم او كده. فدي شويه في مصر مش موجوده كتير. بمنتهى الصراحه يعني. لا مش بتقول كده. لا صعب. السياسه في مصر دلوقتي بقت اكثر من الاهم على شوية فكرة جميلة، بس شيء في شيء بسيطنا شوية دلوقتي في مصر كلها تقريبا، يعني الشعب كله بدأ يتكلم في السياسة، بدأت الناس شوية تعي يعني ايه مجلس عسكري، يعني ايه دولة، يعني ايه فلان، يعني ايه بالظبط، يعني ايه ديمقراطية، يعني ايه ليبرالية، يعني ايه الواحد يعيش عيشة كويسة وياكل كويس ويتعلم كويس. واكتشفنا ان 30 سنة كنا في امان جدا، لكن كان في جهل، كان احد اسباب التطرف الكبير في بلدنا. بعيدا عن الاسقاط السياسي او الكلام ده كله، احنا كنا بنحاول نطلع بفيلم شويه يعني محترم في السوق، لان بصراحه عشان نكون واضحين السينما المصريه شويه طفت. ايه اللي جذبك للفيلم من البدايه؟ ايه اللي شجعك على انك تعمل العمل ده؟ اللي شجعني ان الموضوع مختلف عن اللي انا قدمته قبل كده، وانه في جيت سايكل، وانا احب اقدم النوعيه دي من الدراما يعني. كانتش ليا قبل كده ان انا اقدمها، وانا كنت حريص في بدايه الفيلم، وكنت قايل لدكتور بيتر وعلام ان انا مش عايز اعمل كوميدي في الفيلم ده. يعني عايز اعمل حاجه مختلفه، بحيث يعني ايه خلاص الناس اتعودت انها تشوفني فهتضحك او هنهزر كده يعني. فانا كنت عايز اكسر القاعده دي او ان اوري لون تاني. يعني زي ما فاجئت الناس بان انا عملت كوميديا مره من المرات، وقبل كده ما كنتش بعمل كوميديا، ان انا كنت عايز اعمل برضه مفاجاه ان انا ممكن اعرف امثل من غير كوميديا، او ان انا اقدم حاجه ما مش فاجئه، بس المتفرج بيقدر يقعد يعني يستمتع بيها من الاول للاخر، ما يبقاش بس قاعد بيستنى الضحك يعني. ده اللي شدني في الموضوع، الشخصيه وابعادها وسيكولوجيتها والاطار اللي مكتوبه فيه. بيتر كنت شفت له البرومو بتاع فيلم السبوبه اللي هو كان عامله قبل كده، ما كنتش لسه اتفرجت على الفيلم يعني. لما شفت البرومو حسيت يعني مش حسيت، لقيت ان في مخرج وفي رؤيه وفي ايقاع وفي احساس، يعني في حاجات كتير عنده مفتقدينها عند مخرجين تانيين، قلت انا عايز اعمل اللي عنده ده.
بس جينا بقى اثناء الشغل هو بقى قال لي احنا عايزين الفلات وعايزين كوميديا مش هينفع كده. يعني مصورنا جزء وبعدين فيلم كنا مصورين شويه والفيلم توقف لظروف انتاجيه يعني. فوقفنا فتره كبيره لان الفتره دي بقى فيها مساحه ان احنا نراجع افكارنا ونراجع وجهه نظرنا. فهو كان منتج حاجات من الحوارات اللي اتصورت وقعد اتفرج عليه وقال لي لا الحكايه محتاجه كوميديا. انا كنت ما يعني كان نفسي ان انا ما اعملش كوميديا. يعني اعمل مره حاجه تانية ونفسي كل مره يبقى الجمهور مش متوقع داخل يتفرج عليا. انا نفسي اوصل في الحاله دي ان يبقى متفرج مش عارف انا مقدم ايه لكن مش اللي هو متوقع يدخل يلاقيه طب ما فيش جديد يعني. فهو بقى اصر ان انا لازم اعمل كوميديا ولازم اقول افيهات في حاجات وقال لي المنطقه الفلانيه في الفيلم محتاجه كوميديا. فبدانا بقى نفكر بشكل تاني في الحكايه ان احنا نعمل كوميديا. يعني كنا مثلا قبل 25 يناير وكان في اخبار كتير بتقول ان يوم 25 يناير ممكن يحصل مش عارف ايه ويحصل ايه ويحصل ايه وهو عايز ينزل 27 يناير. فقلت له انا ما احنا ما نضمنش يوم 25 يبقى فيه ايه و26 ايه و24 ايه فنستنى لما الدنيا تروح وتستقر يبقى فيه رؤيه واضحه وبعدين ننزل. هو كان مستعجل وفي ناس ثانيه يهمها جدا الفيلم ينزل دلوقتي امبارح قبل النهارده فنزل الفيلم عشان كده بقول لك انا مش متوقع انه ينزل دلوقتي.